لا كانت بعض ما معنى القرآن الكريم وكيف صنعته ولماذا وصل إلى قرننا الجيل هذا ل 2020 وهو من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 623 حين ولد صلى الله عليه وسلم بعام الفيل في صفحة 102 وبعد ذلك وفي رمضان أنزل القرآن وهو وإذا قرأت تريد أن تكمل هذا القراءة بآية واحدة وما هو قراءة القرآن في آيتان صغيرتان باختصار اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أراه استغنى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت أن يكون ولدا بالمبار بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى كلا نسمع من ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا من أعظم صور القرآن الكريم في عمامة الآيات هناك آية قبل أن تدخل بكلام فاسجد يجب عليك السجود قرآن إمام وعش بدأ يكلف الآية الأولى باختصار والآية الأخيرة اللي هنا القرآن بكلمتين الأولى هي أول سورة نزلت في القرآن والثانية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام صلى الله عليه فريق السياسة فلسفة السياسة سنين فلسفة ما معنى الفلسفة؟ هناك جميع مواطني هذه المدينة بمراهقها وشبابها ورجالها ورجالها لا يعرفون الفلسفة الفلسفة بتعبير العام الكلمة الفلسفة بوحدها تكتب باللغة الفرنسية فيلوسوفيك فيلوس سيصدق محبة صوفيا سيصدق الحكمة الفلسفة بتعبير العام وهي محبة الحكمة